بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على شعب البحرين العظيم، السلام على رجاله ونسائه، شبابه وشاباته، شيوخه وأطفاله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. باسمي واسمكم يا شعب البحرين، أحيي مفجر ثورة 14 فبراير، أستاذي البصيرة الأستاذ عبد الوهاب حسين فرج الله عنه، كما أحيي رموز الثورة الأستاذ حسن مشيمع، الشيخ علي سلمان، الشيخ عبد الجليل المقداد، الشيخ حبيب المقداد، السنقيس والخواجة وآخرين الذين يقبعون تحت آلة القمع الخليفية في المعتقلات والسجون. كما لا أنسى آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي لا زال يقبع تحت الإقامة الجبرية والحصار المفروض عليه من قبل المرتزقة الخليفية. والآن ونحن نمر في العام والنصف وهو يعاني تحت هذا الحصار الظالم، وقد حرم من العلاج إلا إن ضاقت واستحكمت حلقاتها، بعثوا له بدواء من هنا وهناك حتى يسكت العالم ويقول بأننا لا نمنع عنه الدواء. أحيي رجال الله المقاومين الذين ثبتوا في الميادين والساحات وواصلوا النضال بصبرهم وصمودهم وثباتهم وجهادهم، وهم لم يملوا ولم يكلوا ليلا ونهارا، سواء في البحرين أو خارج البحرين، المناضلين الذين حملوا على أكتافهم هم الوطن وهم الغربة وهم العودة إلى الوطن واسترداد واسترجاع الحقوق. كما لا أنسى أن أحيي دماء شهدائنا التي سفكت وأنفسهم التي زهقت جراء الرصاص الخليفي والغازات السامة التي يرسلها النظام في كل صباح ومساء. كما لا أنسى عوائل الشهداء، أمناء هذه الثورة الذين هم سيبقون الضمان لاستمرار عبق هذه الثورة واستمرار نورها الذي يرسل إلينا في كل صباح ومساء. عوائل الشهداء هم جذوة هذه الثورة، لم يستكينوا ولم يهدأوا وهم يواصلون الحراك ليل نهار، فحياهم الله وبارك خطاهم وسدد مسعاهم ووفقهم لمرضاته، إنه حميد مجيد. كما لا ننسى ما فعله نظام آل خليفة على مدى عمر هذه الثورة وقبلها، فمنذ غزوهم لأرض البحرين وشعب البحرين يعاني الظلم والحرمان والتجويع والفقر والتهجير والسجن والتعذيب، بل ويعاني من التصفيات الجسدية، فنظام آل خليفة لا يريد خيرا بهذه البلاد،
ولم يأتي عليه يوما يفكر في رفاهية أبناء هذا الوطن، بل يفكر ليل نهار في كيفية تصفية الشعب أجمع، بل وفي كيفية تهجير الشعب أجمع. إذا ما لاحظنا أن أعداد المهجرين وبحرينيون الشتات على مدى هذه الحقبة الكبيرة منذ دخول آل خليفة إلى هذا اليوم قد تجاوز الآلاف، بل عشرات الآلاف، بل مئات الآلاف. نظام آل خليفة استخدم هذه السياسة ليقلل نسبة الشعب الأصليين، ويحاول قلب المعادلة ويستبدل شعبا بآخر، فنجده قد استجلب المرتزقة من باكستان ومن اليمن ومن الأردن ومن المغرب والسودان، وحتى من بعثين النظام المقبور ليعطيهم الرواتب والوظائف ويعطيهم المناصب المهمة في الوطن ويمكنهم من الوزارات السيادية ويعطيهم الأسلحة لكي يقمعوا أبناء الشعب الأصلي لتصبح البحرين نموذجاً آخر لفلسطين المحتلة من قبل الصهاينة. أصبحت البحرين اليوم تعج بالمرتزقة ليتأثر بها السني والشيعي، بل ويتأثر بها كل مكونات هذا الوطن. عاجلاً أم آجلاً سيكون مصير هؤلاء المرتزقة الرحيل من هذا الوطن، هم وعوائلهم الذين يسرقون خيرات البلد، هم وأسيادهم من الغاصبين المحتلين لأرض البحرين وهم آل خليفة. الحاكم الذي يحكم بلاد البحرين الصعلوك ابن الصعلوك حمد بن عيسى، وعمه خليفة بن سلمان وعائلتهم التي تترقب المناصب بعد المناصب، لن يستمر بقاؤهم في سدة الحكم. طال الزمان أم قصر، مآلهم إلى المحاكم الشعبية ليحاكموا محاكمة عادلة، ولو أنهم الآن يحاكمون أبناء الشعب بمحاكمات ظالمة، ولكن الشعب سيحاكمهم محاكمة عادلة على ما اقترفوه ونهبوه وسرقوه وقتلوه وضيقوا عليه منذ دخولهم إلى أرض البحرين إلى هذا اليوم. الحرب مع آل خليفة والصراع مع هذا النظام ليس وليد اليوم وليس وليد هذه الثورة، بل إنه صراع منذ قدومهم لأرض البحرين قبل ما أتان ونيف. نحن مع هذا النظام، صراعنا معه صراع بقاء. لا يمكن لهذا النظام أن نأمل فيه خيرا. هذا النظام كالثعبان يتبدل جلده، ولكن يبقى سمه سم زعاف. هذا النظام الذي لا يريد بهذا الشعب خيرا لا يمكن البقاء والجلوس معه على طاولة المفاوضات. فهذا النظام إذا شعر بالقوة سلط على وابل العذاب على أبناء هذا الشعب، وإن شعر بالضعف جر الشعب إلى
المخادعات والخديعة ليقول لهم بأن هناك إصلاحات. يا شعب البحرين، لا تنسوا ما فعل بكم هذا النظام حينما قتل أبناءكم وسبى نساءكم واعتقل رجالكم. لا تنسوا يا شعب البحرين ما فعل فيكم هذا النظام في الخميس الدامي. لا تنسوا يا شعب البحرين ما فعل بكم هذا النظام في حقبة 2011 حينما استقدم الجيش السعودي المسمى بدرع الجزيرة إلى البحرين، وقد أطلق على تلك الفترة السلام اللاوطنية، وقد استباح الحرمات، وقد هدم المساجد وأحرق المصاحف. شعب البحرين يعي بأن هذا النظام لا يمكن المعايشة معه بأي سبيل. وإذا كان نظام آل خليفة يتصور بأنه سيخدع هذا الشعب فهو واهم. إذا كان يريد فعلا أن يصالح الشعب فليعطي الشعب حق الاختيار في بقاء هذه العائلة أو رحيلها، وهذا هو الخيار الصحيح الذي لا أتصور أن هناك أحد من العقلاء يعارضه. حق الاستفتاء الشعبي وحق المصير في بقاء هذه العائلة في سدة الحكم أم رحيلها. إخوتي وأخواتي، آبائي وأمهاتي، لا ننسى في ذكرى 14 من فبراير الإخوة في المهجر، أبناؤكم وبناتكم، لا تنسوهم من صالح دعائكم، فهمهم وجل همهم ليل نهار في تخليصكم من عذاباتكم ومن شجونكم وآلامكم. كما لا ننسى القوى الثورية والقائمين عليها من ائتلاف 14 من فبراير، وتيار الوفاء وجمعية العمل وحركة حق وحركة أحرار البحرين وحركة خلاص. لا ننسى جهودهم وما يبذلونه في سبيل رفعة أبناء شعب البحرين ونضالها وجهادها ضد المعتدي الخليفي، فهم ليل نهار يعملون وشغلهم الشاغل في تخليصكم من عذاباتكم. كما لا ننسى رجال الله في الميدان، الحسينيون العلويون، الفاطميون الزينبيون الحسنيون، الذين لم يهدؤوا صباحا ومساء على مرور الأيام والشهور والسنين، وهم يواصلون النضال ويواصلون الجهاد. فألف سلام عليكم وألف تحية لكم، أنتم يا رجال الله الذين تحفظون هذه الثورة وتستمرون في اشتعالها في صدور الخليفيين والمرتزقة. كما لا ننسى القوى المقاومة التي جاهدت وناضلت ضد الاحتلال الخليفي، سرايا الأشتر وسرايا وعد الله والمختار وآخرين، المقاومون الأبطال الذين أركعوا آلة القمع الخليفية على مع محدودية مقاومتهم. أنا أتأمل من الله تبارك وتعالى أن تتعظم يد المقاومة
ويزداد سطوتها على النظام الخليفي ويزداد بطشها مع ارتفاع وتيرة البطش الخليفي. أأمل من الله تبارك وتعالى بأن تستمر هذه الثورة حتى الانتصار وحتى النصر الإلهي. نحن نرى اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران ومع ذكراها بانتصار الثورة، نجد بأن الجمهورية الإسلامية في إيران حينما انتصر شعب الإيران المقاوم انتصر ليس على الصعيد الاجتماعي فقط، وإنما حتى على السياسي والاقتصادي والعسكري. فنجد من تمسك بخط الولاية انتصر مع الجمهورية الإسلامية، نظرة على العراق مع حشدها الشعبي مع بطولاتهم وكيف أنهم هزموا آلة الإرهاب الفتاك داعش وأذناب داعش. ونرى سوريا الحبيبة كيف انتصرت على داعش ولم يبق شيء، حتى إنهم تعدوا ذلك وأخذوا يسقطون الطائرات الصهيونية ويثبتون القوة بأنهم ليسوا في ضعف أبدا. ونجد الانتصارات التي حققها حزب الله على يد سيد المقاومة والتحرير السيد حسن نصر الله حفظه الله ورعاه، ونجد إخواننا في اليمن وهم يجاهدون ويناضلون ضد آلة القمع السعودية التي لم ترحم الرجال ولا الشباب ولا النساء والأطفال، وهم يواصلون جهادهم وقد أحدثوا خسارات كبيرة في صفوف آلة القمع السعودية. نعم، كلهم بتمسكهم بخط الولاية قد حققوا الانتصار. فيا شعب البحرين، تمسكوا بخط الولاية ليتحقق لكم الانتصار ويتحقق لكم الفرج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوحدنا على كلمة سواء. السلام على شعب البحرين الجريح، السلام على شعب البحرين الصابر، السلام على شعب البحرين المجاهد.